أحبابنا وأحبائنا في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم من شرق العالم ومن غربها أيضا. يسعدنا جدا أن نكون معا، سواء من نيوزيلاند أستراليا شرقا أو من كاليفورنيا غربا، وأهلا وسهلا بأحبائنا في الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي نورث أمريكا وفي أيضا بلاد كثيرة. بنصلي كتير إن هذا البرنامج يكون سبب بركة لينا جميعا وسبب أيضا تشجيع، ونشكر الله على الشفاء الروحي والشفاء النفسي والشفاء الجسدي لكثيرين. نثق في إلهنا العظيم، ويسعدنا جدا في حلقة جديدة من هذا البرنامج ونحن نتحدث عن حياة وآلام الرب يسوع المسيح. نتحدث عن مقابلة شخص الرب يسوع لتلميذي إمواس وعلاج حالة كل منهما. والحقيقة إحنا نشبه تلميذي إمواس في أمور كتير سنتناولها مع خادم فاضل من خدام الأعزاء المحبوبين والموهوبين وأيضا المستضيفين، ومن من أسسوا الميديا المسيحية في الشرق وأقصى الشرق الفاضل الأخ جميل شقير. لكننا في هذه الحلقة أحبائي محتاجين جدا الصلوات، ويسعدنا جدا بالروح القدس إن نرفع صلاة بقيادة الروح القدس مع أخونا الفاضل الشيخ المسؤول البشمهندس جمال أمين من مصر، ثم بعدها ترنيمة مع ابننا الغالي جدا الأخ صمويل صدقي من مصر، ثم قراءة من كلمة الله في جزء من لوقا أصحاح 24 مع أخونا الغالي الأخ فؤاد، ثم مع أخونا جميل شقير في هذا الوقت. أهلا وسهلا بحضراتكم، تعالوا نسكب قلوبنا قدام الرب والروح القدس يقودنا في هذه الكلمات، كلمات الصلاة وغيرها. يا إلهنا الصالح، إننا نشكرك نباركك ونعظم اسمك من أجل شخصك العظيم الكريم الذي أحببنا فضلا وعطانا كل شيء بغنى للتمتع. نشكرك على عطية العطايا، شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه من أجل الجميع لكي يوجد لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. بنشكرك يا رب لأنك ما زلت إلى الآن تنادي الجميع، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ما زلت تقولها أنا واقف على الباب وأقرع، إن فتح أحد لي يدخل أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. ما أكرمك، ما أعظمك، ما أكثر جودك يا رب. ما زلنا نصلي ونصلي لكي تأتي بالثمر المتكاثر وتأتي بالمجد الكامل لإسمك من خلال كل الوسائل التي تتيحها. بنشكرك يا رب على هذا الاجتماع الذي وصلنا فيه إلى الحلقة 96. يا رب أنت أعطتنا أمور كثيرة طيبة، وبنشكرك على الاجتماعات المفتوحة، وبنسأل يا رب أن تبطل كل مشورة لعدو الخير وتضحد كل أعماله الذي يريد أن يوقف كل نمو في الصلاة وفي الشركة. يا رب احفظ عبيدك أن يكونوا في شركة دائمة مع شخصك الكريم المبارك. نحتاج بشدة في هذه الأيام أن نستيقظ ونصحو للصلوات ونسكب قلوبنا قدامك من أجل جميع الناس ومن أجل الذين هم في منصب أيضا، لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة في كل تقوى وقار. بنسأل يا رب في هذه الفرصة من أجل الحرب الدائرة في أوكرانيا أن تتلطف بعبيدك والعارفين اسمك في هذا المكان، وأن توقف هذا المد الفظيع من الحرب يا رب، والجوع والاضطهاد والتهجير الإجباري. هناك رب أطفال، هناك نساء، هناك عجزة ومساكين محتاجين لدعم كامل من قبلك.
تداخل يا رب أنت، وأوقف كل كبرياء للإنسان. نحن نعلم أنك منذ البدء رأيت قلب الإنسان إنما هو شرير في كل يوم، لكنك تستطيع أن تضع حد. يا رب اذكر المتكلمين، احسن إليهم لكي يكون كلامك بنعمة مصلحا بملح ليعطي نعمة للسامعين. اذكر كل أمورنا بين إيديك يا رب، واذكر المستمعين حتى الذين يدخلون إلى القناة لكي ينتقدوها أو لكي يلوموها، أنت تستطيع أن تتعامل معهم، لأننا نثق أن كلمتك لا ترجع إليك فارغة. لأننا نطلب في اسم المسيح ولاسمك نهدي الكرامة وكل الحمد. آمين. آمين. شكراً أخونا الفاضل أخي جمال، الرب يديمك عن محبتك وتعبك وتواجدك. تفضلي أخي صامويل، أهلاً وسهلاً بيك حبيب برنامجك. أهلا بيكم، ومبسوط إن احنا بنتشارك مع بعض، وتعالوا نسبح الرب كده بالكلمات اللي جاية دي. على الرغم إن كل الظروف أو الأوقات اللي حوالينا ممكن تكون بتقول إن في أوقات صعبة، لكن احنا هنظل نبارك اسم الرب في كل يوم، وتسبيحاتنا أفراح تدوم كل المسيرة حر وغيوم، لكن هنهتف هتاف بعزة لشخصه الكريم. نبارك اسمك في كل يوم. تسبيحاتنا أفراح تدوم كل المسيرة حر وغيوم، هتاف عزة يا رب ليك. سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك إنك إله أمين، ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك مع الأمين. تفضل غايتنا وهدف حياتنا وترنيمتنا طول السنين، نعيش نمجد نشهد ونعلن نفي قلوبنا يا رب ليك. تكرس قلوبنا يا رب ليك، يا رب ليك، عايشين بظلك من غير أنين، عايشين في سترك وفرحانين، واصلين في وعدك انت الأمين، انك حافظنا يا رب ليك. سنين تعد وفي كل لحظة بندرك إنك إله أمين، ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك تعال أمين. تفضل غايتنا وهدف حياتنا وترنيمتنا طول السنين، نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك. تكريس قلوبنا يا رب ليك، يا رب ليك، حبك مالينا بليل طويل، ده انت اللي لينا رب خليل، وجهك هدينا بنور جميل، نوصل ديارنا يا رب ليك. سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك إنك إله أمين، ساعدنا نشكر نفرح ونطلب
مجيئك تعال أمين، تفضل غايتنا وهدف حياتنا وترنيمتنا طول السنين، نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك، تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك. امين. الرب يساعدنا في حياة تكريس، تمجد اسمه الكريم، تخصيص، تقديس ليه، افتراز ليه. خلونا نرجع لقراءة كلمة الله، يا ريت نفتح إنجيل لوقا أصحاح 24. تفضل أخونا فؤاد. إنجيل لوقا أصحاح 24 من عدد 13 لغاية عدد 35، بس هنقرأ قرايات متفرقة منه. من عدد 13 لغاية عدد 16، أربع أعداد. وإذ اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن شليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. أيضا قراءة أخرى، ثلاث أعداد، 25 إلى 27. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. قراءة أخرى أخيرة، من 32 ل 35، أربع أعداد. فقال بعضهم لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وزار لسمعان، وأما هم فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. آمين. أمين. شكرا، أهلا وسهلا بحضرتك أخي جميل، اتفضل. شكرا يا أخي فؤاد. أمين. مبارك اسم الرب. أشكر الرب لأجل فرصة جديدة أقدر أتواجد معكم ويكون لنا فرصة حول كلمة الرب، ونحن بكل هدوء نهدئ نفوسنا حول شخصه الكريم المبارك. هو موضوع حديثنا، هو موضوع تأملنا، وهو شبعنا أيضا. الكلمات أيها الأحبة اللي مشغول فيها نركز على المقابلة اللي صارت ما بين ربنا يسوع المسيح وتلميذي عمواس. هي هذه الحادثة لم ترد إلا في إنجيل لوقا. ما بين جميع الظهورات الأحدى عشر لربنا يسوع المسيح بعد قيامته، ربما لم يكن هناك ما هو مثير للاهتمام والتأمل مثل هذه المذكورة في لوقا 24. يبدأ النص بالتحدث عن شخصين كانا منطلقين إلى قرية اسمها عمواس، والحديث اللي كانوا هن مع بعض بيتحدثوا فيه مع بعض كان يدور حول صلب ربنا يسوع المسيح. ثم نجد شيء يدخل على الخط، الوفيمة هما يتكلمان ويتحاوران، اقترب إليهما يسوع نفسه
وكان يمشي معهما. حقيقة شيء ملفت للنظر جدا جدا أن مدينة أورشليم اللي هي مفروض تكون مدينة السلام، مفروض تكون مليئة بالبركات والتعزيات، عندنا شخصين تركين مدينة أورشليم وبيوصفهم الكتاب ماشيان عابسين. عايز أذكركم أيضا أن شخص آخر بوقت آخر أتى من الحبشي ليزور أورشليم، وعنده بقلبه أشواق روحية، عايز شيء هو مش عارف شو هو، لكن عايز شيء مش متوفر عنده ويطلبه ولم يجده بأورشليم. قال عسى أجده بأورشليم، راح على الهيكل، لف، ربما بغاية أنه جاي حج ويعمل واجبات دينية، لم تنفع. لكن عمل شيء حلو، اشترى سفر إشعياء. هو راجع على الطريق، الرب له كل المجد، لم يترك هذه الأشواق تضيع سدى. لو أنت عم تفتش علي، أنت عايزني، الرب يرسل له فيليبوس. وبينما هو بتوقيت رائع يتفحص هذا الكتاب الذي اشتراه، كان عمال يقرأ لكن أحزاننا حملها. طبعا هذه الكلمات وردت في إشعياء 53 وعدد 4، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معصينا ومسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبر يشفينا. فسأل يا ترى عن مين عم يتكلم النبي إشعياء، عن نفسه أم عن آخر؟ مش فاهم. والأمر الرائع، فيليبوس أخذ هذا السؤال لكي يرفع أفكاره إلى ربنا يسوع المسيح وعمل الفدا وخطة الخلاص المجيدي. وهذا الإنسان اللي ترك أورشليم أيضا يائس، لم يأخذ غرضه انشودته، وإذ بالرب يقابله على الطريق وهو راجع ويستفيد استفادي، لدرجة أنه ذهب إلى الحبشي فرحان مهلل. هنا نجد أحبائي أيضا شخصين راجعين على قريتهم عمواس عابسين، لكن في شيء مميز إنه كانوا عم بيتحدثوا كلام وعمال يتحاوروا وكل واحد يجيب فكرة، لكن هذه الأفكار متشعبة ومش عمال تجيب حلول، مش عمال تشفي القلب المجروح اللي كان متعطش لشيء معين ولم يصلوا إليه. بقول فاقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، بس في نقطة مهمة، أمسكت أعينهما عن معرفته. فكأنه مسافر آخر التقى فيهم بالطريق وكأنه بيقول لهم بقدر أمشي معكم ورفقكم المشوار. وطبعا الحديث تد ويتوسع، والرب اشترك في الكلام ونيالهم، وألف نيالهم أن الرب قد اشترك بهذا الحوار والكلام. قبل ما تابع أكثر أيها الأحبة، حابب ارفع نقطة أولى، وهذه النقطة مهم جدا للمؤمنين وخاصة بالوقت الحاضر والظروف اللي نحن نعيشها، أن نتحدث
ونتحاور مع بعضنا البعض بكلمة الرب. يقول الكتاب يا أحبة بسفر الأمثال أصحاح 27 والعدد 17: الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. كذلك تبادل الأفكار مع بعضنا البعض تنقل بركات سماوية مباركة لمن يمارس هذه الأمور. سفر ملاخي أيضا يتحدث عن أهمية هذا الأمر، إذ يقول: حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع وكتب سفر أمامه، سفر تذكرة للذين اتقوا الرب والمفكرين في اسمه. هل هناك منافع لما أخين أو ثلاثة يلتقوا مع بعض ويرجعوا يتحاوروا ويتكلموا من كلمة الرب مع بعض؟ في منافع؟ هل هناك فائدة؟ أحبائي، ما أجمل كلمات الكتاب المقدس حول هذا الموضوع التي فيها تحريض رائع. اسمع برسالة العبرانيين الأصحاح العاشر، يقول هذه الكلمات الحلوة: أن نلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، واعظين بعضنا البعض، وبالأكثر على قدر ما قارون اليوم يقرب. كم من المرات تجي عند أخوك وبتكشف قلبك لإله: صدقني تعبان من الناحية الفلانية، أو مكسور خاطري من الناحية الفلانية. يأتي أخوك بكلام بلسم وتعزية ويهدئ الأمور ويساعدك فتستقيم، تترك وأنت مسرور لأنك أخذت جواب. ثم بتسالونيك الرسول بولس أيضا يقول: عزوا بعضكم بعض وابنوا أحدكم الآخر. يا حبا، أنا مش عم بتكلم عن الاجتماعات الرسمية كل أسبوع، أنا عم بتكلم عن اللقاءات الشخصية بينك وبين أخ أو أخين، قعدة خاصة، خليني سميها زيارة، خليني سميها فنجان قهوة. يا حبا، فنجان القهوة هذا شيء، وشركتنا الحقيقية كمؤمنين مع بعض مهمة جدا. عزوا، لاحظوا ما أجمل هذه الكلمات: عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر. تبقى جاي مهموم وملبك، الأسعار غلى ومش قادرين ندفع فواتير وإلى آخره، بيجي أخوك بيقول لك: صدقني عندي اختبار حلو خبرك عن يسوع كيف سندني. لما تسمع اختباره قلبك بيتشدد، قلبك بيقوى بالرب، بتقول: فعلا إلهي حي، أنا ليش خايف؟ أنا ليش معتلان هم؟ ليش ملبك بالظروف طالما عندي إله عظيم، إله حي، إله مبارك؟ أيضا بكولوسي يكلمنا الرسول بولس بكولوسي الأصحاح الثالث وعدد 13: المحتملين بعضكم بعض، مسامحين بعضكم بعض، إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. كم من مشاكل بتصير بين الإخوة بين الأخوات، وكم مهم إن الأخ يقول له لأخوه: حاش حامل السلم بالعرض، سامحوا، اغفر، ولو مالك ماشي بهالطريق وسادد الدنيا معك. ثم يأتي الرسول بولس برومي أصحاح 12، وهناك كلمات حلوة أيضا بعدد 10: والودين بعضكم بعض بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعض في الكرامة. حقيقة يأسفني أقول بهذه الأيام كثيرين من الأحبة محرومين من شركة المؤمنين بسبب ضيق الوقت
هموم كثيرة والأعذار بيقول لك ما عندي وقت ما عندي وقت. لكن أحبائي بكل أمان تعالوا نفكر في الوقت الضايع، في الوقت الضايع بأحاديث تافهة، بأحاديث ما لها طعم، وبدل ما تستغل في بناء أحدنا الآخر نضيعها بالمحادثات الجانبية التافهة. حقيقة مرة تانية أقول، لما تلتقي مع أخوك بزيارة أو بقعدة وما عندك موضوع روحي تتكلم فيه، لما أخت تزور أخت أخرى وتعزمها على فنجان قهوة، حابب أقول يا حباب إذا ما عندك حديث روحي معها لابد رح تتحدثوا عن التياب وتتحدثوا عن الموضة، تتحدثوا عن الأولاد وكلام كلام كتير، لكن ما فيش موضوع روحي. عايز أقول بكل صراحة، إذا ما عندك موضوع روحي وبتفضل تصمت عن أنك تتكلم مع أخوتك، لابد هناك في خطأ بالداخل، حالة القلب غير صحيحة، حالة القلب غير صحيحة. ما أحوجنا لما نلتقي مع بعض نلهلب قلوب بعضنا البعض بمسيحنا. لو الغريب الأمر لما نقعد مع بعض نحكي عن أوكرانيا، نحكي عن روسيا، نحكي عن مصايب، نحكي عن كوفيد-19 وصلنا متخصصين بكوفيد-19، لكن وين كلمة الرب؟ وين مشهد الرب في الموضوع؟ يحمينا الرب، يحمينا الرب ليغير أحاديثنا عن ما هو تافه وباقي إلى ما هو باقي وثابت ومشجع ويبني ويثبت. فمرة تاني أقول كلمات معروفة، الرب يسوع من فضلة القلب يتكلم اللسان، اللي عندك راح تطلعه. فمن فضلك عبي كتير كتير من كلمة الرب لحتى اللي موجود يخرج ويبني ويشدد إخوتك. بعد ما تكلمت عن أهمية الشركة بين المؤمنين وما نفعها، أود أن أنقل نقلة سريعة، وبحب أني أقول أن دون أن أطيل عليكم بس كلمة سريعة، لما نجي لعند الرب معبسين نخرج من عندهم فرفحين بكل بساطة. هذا المنظر الوحيد اللي بنشوفه هون بهذا النص، تيجي لعند الرب معبس تطلع من عندهم فرفح. لو يوميا بنعملها يوميا بنفرفح له كل المجد. نقطة تانية ومهمة، نقطة تانية أن هؤلاء اثنين هالشخصيتين يا أحبة عندهم ضعف وعدم كمال في معرفة الكتب، وخليني أقول استخدم كلمة جهل. توقعاتهم مبنية على فكر يهودي بحت. في عدد 21 بقول كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. يبدو من كلامهم أن الفداء الزمني لإسرائيل من قبل شخصية قوية هو الأمر الشاغل بالهم والذي كان يترجونه. أما الفداء الروحي أو خطة الله لفداء البشر خاصة بموت المسيح كذبيح وككفارة لم تستطع عقولهم الضيقة أو المليان جهل استيعابها وفهمها. جهل يا أحبة محير لبالأحرى مذهل. لهذا لا أتعجب من توبيخ الرب يسوع عندما قال أيها الغبيان
والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. يؤسفني أقول يا أحبة، يؤسفني أقول مجموعة كبيرة جدا من يدعو أو بسموا حالهم مسيحيين لا يعرفون لا يدركون معنى ألم المسيح. الإنسان الطبيعي لا يرى في صليب ربنا يسوع المبارك إلا جهالي. ذات مرة أيها الأحبة سألت شاب لبناني ماروني، ليش مات المسيح؟ قال لي يا أخي ما بعرف، هل يهود مزعجين هن اللي صلبوه، هذا كل اللي عارفه. لكن أحبائي نحن الذين استنارت عيوننا نقول مع الرسول بولس إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، ولكن وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص. لكن ما يميز هذان التلميذين؟ شو الشيء اللي بيميزهم يا أحبة؟ وين الحلاوة الموجودة فيهم؟ برغم من جهلهم، برغم من غشمنتهم، برغم من توبيخ الرب، في شيء مميز. صحيح أنه هناك ضعف، عدم معرفة لخطة الفداء، طموحات وأشواق فداء إسرائيل الزمني الوقتي، لكن هناك نعمة حقيقية مخفية تحت جهل الفكري. المعرفة أحبائي مهمة لكن مش كافية. المعرفة مهمة لكن ليست كافية للخلاص، ويمكن امتلاكها بدون نعمة. كم من رجال دين ومفكرين لهم معرفة واسعة لكن غير مخلصين. لكن جهة أخرى، الإحساس العميق بالخطية، استعداد متواضع للخلاص بحسب طريق الله، وأيضا استعداد للتعليم مع التخلي عن التحيز عندما تتضح طريق الرب أمامنا. هذه الأشياء أساسية، هي النعمة التي امتلكها التلميذان، ولذلك ذهب معهم الرب يسوع وقادهم إلى كل الحق. هو كل المجد. وهنا أفهم عمليا أيها الأحبة، أمام هذا الظرف أفهم عمليا شيء مهم قاله الرب يسوع بإنجيل لوقا أصحاح 6 وعدد 44، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني. له كل المجد. يا ريت ناخد بريك صغيري أو ترنيمي إذا كان ممكن، لدي بعد فكرتين شارك فيهم، أرجو ما كنت تعبتكم أو كنت سبب تعب لأي شخص. ناخد ترنيمة مباركة مع أخونا الفاضل. شكرا يا أخي جميل، رب يباركك، والبريك ده مهم قوي. أهلا وسهلا بأحبائنا اللي دخلوا متأخر، ابقوا معنا. الرب كلمنا في جزئيات مباركة مع تلميذي أمواس، هنشوف التغيير اللي هيحدث بعد قليل. خلوكم معنا في هذه الترنيمة مع ابننا صامويل من مصر. أهلا بكم جميعا، شكرا يا أخي جميل. أهلا بكم مرة تانية، وخلونا نشارك مع بعض بالترنيمة اللي بتقول أشواق للبركة جوانا، تشبعنا رضا وتفيد فينا، تغمرنا البركة وتملانا، وأنهارها تفيد من حوالينا. أؤمر بالبركة في أيامنا. أشواق للبركة جوانا، اشبع
تشبعنا رضا وتزيد فينا تغمرنا البركة وتملانا أنهارها تزيد من حوالينا وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا وبنعطش لحياة البركة بتضعفوا أكتر تدينا أمر بالبركة في أيامنا ارجع ببركتك وحينا اشراقة وجهك نستنى ونطوب وتعالج أراضينا عايزينك تيجي بسلطانك مر لحياتنا حرية نشهد للحق قررنا من كل خطية عبودية من كذب وباطل نقينا وبروح الحق تنورنا ارسل كلماتك مش فينا اظهر في سلوكنا وغيرنا وامر بالبركة في ايامنا ارجع ببرحمك وحينا اشراقة وجهك يسدنا ونتوب وتعالج اراضينا وامر بالبركة أيامنا ارجع بمرحمك وحينا اشراقة وجهك يستنى ونتوب وتعالج أراضينا عايزينك تملك حياتنا وبقوة روحك عايش فينا تكون في القلب وتملانا من غير ولا ركن يكون فينا تملك في القلب وعلمنا نديلك راحتك بكياننا نور أذهاننا وفهمنا وتعامل مع بوض إيماننا أمر بالبركة في أيامنا بمرحمك وحينا اشراقة وجهك يستنى ونتوب وتعالج أراضينا أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك وحينا اشراقة وجهك يستنى ونتوب وتعالج أراضينا نكرس بكلامك بكسارة نزرع والمجد يكون لاسمك وبقوة روحك بحرارة نحصد ونفوس تعرف شخصك قوينا فنعمل أعمالك تدينا كمان أعظم منها وحياتنا توافق أفكارك إيماننا يزيد ويتممها أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك وحينا اشراقة وجهك يستنى ونتوب وتعالج أراضينا أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك وحينا اشراقة وجهك يستنى ونتوب وتعالج أراضينا أمين. شكرا يا أخ صامويل. عودة لأستراليا مع خادم الرب وشريك الخدمة الفاضل الأخ جميل شقير وأيضا لقاء رب يسوع مع تلميذي عمواس من إنجيل لوقا أصحاح 24. أهلا وسهلا بحضراتكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي. أمين أمين. سبق وتكلمت
الفكرة الأولى اللي شاركت فيها كانت أهمية الشركة كمؤمنين بعضنا مع بعض، وتكلمت عن ناحية تانية وهي أن ضعفي، جهلي، عدم إيماني ليس عائق للخلاص، ليس عائق للخلاص. الأمر اللي عايز ألفت نظر حضراتكم إليه وهو مهم، بقول الكتاب لما الرب استلم الموضوع، لما القدوس المبارك فتح فمه وابتدأ يتكلم، بقول ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. دعونا أحبائي نسأل مع بعض، إلى أي حد كان العهد القديم ممتلئ بالمسيح؟ إلى أي حد؟ وفعلا القدوس المبارك ابتدأ من موسى من جميع الأنبياء وشرح عن شخصه عن وجوده هناك في جميع الكتب. بأي طريقة أظهر ربنا المبارك الأشياء التي تخصه؟ عايز بكل بساطة جاوب على هذا السؤال المهم. المسيح هو جوهر كل ذبيحة في العهد القديم مرتبطة بشريعة موسى. جميع القضاة والمخلصين في تاريخ إسرائيل كانوا رمز للمسيح الذي هو الوحد المخلص والمنقذ. المسيح له كل المجد، أعظم من موسى الذي ملأ مجده صفحات الأنبياء. هو النسل الحقيقي للمرأة الذي سيسحق رأس الحي. أيضا هو النسل الحقيقي الذي يتبارك به جميع الأمم. هو الشيلو الحقيقي الذي يجتمع إليه كل الناس. هو الحي النحاسي الحقيقي. هو الحمل الحقيقي اليومي الذي تشير إليه التقدمي في الهيكل. هو رئيس الكهني الحقيقي بحسب قوة حياة لا تزول. أحبائي، هذه أشياء قليلة اللي شرحها الرب يسوع على طريق عمواس، تختص به، تشير إليه، تتكلم عنه. فبالنسبة إلي وإلك بهذا الوقت، يوجد مبدأ يجب أن نتبعه عن قراءة الكتاب المقدس. يجب أن ندرك أن يسوع هو روح النبوة، أو بطريقة أخرى، النقطة المركزية المضيئة لكتابنا المقدس. بمجرد ما نبتعد عن هذه النقطة الأساسية يصبح الكتاب المقدس كتاب صعب وممل. قال أحد الخدام الحلوين هذه العبارة: اسحب الرب يسوع من الكتاب المقدس بصير الكتاب المقدس عادي، كتاب عادي. ولهذا أشجع كل أخ وكل أخت، بينما نقرأ الكتاب نقرأه ونرى يسوع بين السطور، هو روح النبوة. الفكرة الأخيرة أيها الأحبة اللي عايز شارك فيها بهذا النص المبارك، وردت في الجزء الأخير من القراءة اللي قرأها أخونا الفاضل،
بقول ثم بعدد 28 ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد. عدد 29 فألزماه قائلين امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار، فدخل ليمكث معهما. يا أحبة، أمر رائع أن الرب تظاهر أنه منطلق إلى مكان أبعد، وهذا كان امتحان لتلمذي عمواس. هو ماشي معهم، هو ماشي معهم بالطريق، وصلوا لقريتهم وعايزين يدخلوا باتجاه بيتهم. هل سئموا من كلامه؟ هل قال خلصت الرحلة ويلا ها بيبعد عنا ونحن منشوف شغلنا؟ لاحظوا الكلمة ما قديش دقيقة، فألزمان. أشعر أنا شخصيا عندما أقرأ هذه الكلمة، سامحوني يا أحبة، كأنه مسكوا بإيديه ورجليه وقالوا له مش تاركينك، ادخل معنا ادخل معنا ادخل معنا، ولجوا عليه جدا. الرب يريد منك هذا التصرف، الرب يريد هذا التصرف. كيف تتعامل معه؟ هل تلزم إلى بيتك ولا زهقان منه؟ خلاص يعني سمعنا الوعظة اليوم، كفاية، خلاص كفاية يا جماعة، سمعنا الوعظة، يعني التنين وتلاتة وأربعة كمان جيبولنا الكنيسة على البيت، كفاية يا جماعة كفاية. بينما هؤلاء شيء مميز فيهم، مسكوا ألزموا، مش عايزين نتركك إلا تدخل بيتنا. يا حبة، الرب عايز صلواتك ودعائك يكون بهذا الشكل، لا أتركك إن لم تباركني. امسك بالرب، تمسك فيه وقل له مش تاركك يا رب. حقيقة الرب أحيانا يمنع البركة عنك، وكأنه الرب عمال يقول أنا عندي مشوار أبعد، فتصيح من قلبك يا رب أنا عايزك تدخل بالمشكلة الفلانية بحياتي، بالظرف الفلاني، مش لأنه ما بحبك ولا لأنه مش قادر يساعدك، لكن يريد من قلبك أن تلزم الرب بمصيبتك، بمشكلتك، بظروفك، تلزمه وتقول له أنت اللي بتحل لي إياها، أنت اللي بتتدخل بظروفي هاي. ما أطيب الرب لما يدخل، ما أطيب الرب لما يدخل بيتك، ما أطيب الرب لما هو يترأس اجتماعنا ويكلنه بمجده. يا حبب، تبتدي من القلب، دخل، إلزم الرب أن يكون بحضوره في قلبي، إلزم الرب أن يكون بحضوره في بيتي، إلزم الرب يا إخوي لما نجتمع مع بعضنا البعض يكون هو المسيطر وهو الظاهر في وسطنا. كتير مرات يا أحبة يأسفني أقول نتصرف ككنيسة لاودكية. لاودكية منظمة جداً، عندها استغنت، عندها كل ترتيب داخلي، أما يسوع واقف برا على الباب يقرأ، مش موجود في الداخل، لم يلزموا للدخول، مش عايزينه. هذه كنيسة لاودكية، يحمينا الرب من هذه الروح، إن نقدر ندبر أمورنا بدونه، إن نقدر نعيش روحياتنا بدونه. يأسفني أقول هذه الحالة الصعبة والمرة، لكن حلاوة هالتلمذين إنه ألزموا الرب يسوع يدخل ويكون معهم. وفعلا أيها الأحبة، أود أن أقول، بختم كلمتي بهالعبارة، يا ريتنا نطلب كتير، يا ريتنا نسأل كتير،
يا ريتنا ما نفقد شيء ممكن يعطينا يا الرب ونحن مش طالبينه. جورج مولر كان عنده ميتم ومسؤول عن ما يقارب 5,000 طفل ذات مرة. صلى في بداية المشروع، أول ما ابتدى المشروع صلى أن الرب يعطيه المكان، والأمجد من الكل أنه صلى الرب يعطيه الشوك والمعالق والصحون والأثاث البيت، صلى غرض والرب أكرمه وأعطي كل ما طلبه، لكن ما إجا الأولاد ولا ولد إجا. بعدين تذكر أنه ما صلى حتى الرب يبعث أولاد، ندم قال له سامحني يا رب، وسكب قلبه قدام الرب قال له يا رب فتحنا كل شيء والكل شيء مجهز، لكن سامحني ما صليت أنك تبعت الأولاد لكي نرعاهم. يا أحبة خلينا نصلي ونكتر ونلزم الرب المشاريع اللي نحن قايمين فيها لكي يبارك. ومثل ما رنم أخونا أعيد الكلمات، أؤمر بالبركة، مبارك اسم الرب، خلي يؤمر على كل خطوة نقوم فيها بالبركة. أشكركم، ربي يبارككم ويجعل هذه الكلمات تكون بركة لكل واحد منا. أمين. أمين ثم أمين. شكرا جزيلا أخي جميل على تبكيرك ووجودك معنا. الأخ جميل عنده دلوقتي الأحد صباحا، وهو كمان عنده اجتماع بعد قليل. ربي كافئك ويكتر من أمثالك. لا شك أن الروح القدس أخذنا في جولة كشفت أوانينا، ولكن علاج كل إناء فينا يتعلق بوجود فادينا. دعني أقول سقطات سباعية ثم رفعة إلهية في 7 نقاط سريعة في دقائق مختصرة، لأن أي نفس تكون بتكتاس في هذه الظروف أو حد دخل منذ قليل. لا شك أحبائي أول نقطة أشوفها البعد عن مركز ومدينة السلام ومنطقة الأحداث التي تخص صلب وقيامة ربنا يسوع المسيح. فهذين التلميذين، أي تلميذي عمواس، من الكلمة عمواس معناها حمل، معناها ثقل، ودي أول نقطة. إنسان لا يهتم بصليب وقيامة الرب يسوع المسيح، بل النقطة الثانية اللي بشوفها تمسك عينيه عن معرفته، وهو يركز في حمله، يركز في ثقل هذا الحمل، ويشعر أنه أوفرلود، يعني فوق أن يحتمل، ويمضي الساعات هذا الإنسان يبعد عن مركز الأحداث وصليب وقيامة ربنا يسوع المسيح، ويصير ساعات بحسب التقدير المحلي. حينئذ 60 غلوة، وأيضا بحسب لغة الشرق الأوسط ودول أخرى حوالي 11 كيلو و100 متر، وبلغة نورث أمريكا وغيرها حوالي 7.5 ميل. أخذت ساعات طويلة، لكنها مش بس بعد أو شعور بالحمد وثقله أو أيضا تمسك عينينا، لكن الأمر الثالث إن هذين ماشيان عابسين. يا رب يشيل كل عبوسة على كل وجه. أيها الأحباء، يقول في أمثال 12:25 الغم في قلب الرجل يحنيه. هذه العبوسة أحباء نتيجة انحناء قلبي وانحناء في الحياة وتفكير في الأمور الزمنية. ثم رابعا في هذا البعد وفي هذا الضعف، الحديث بدون لياقة لرب المجد له كل المجد. ألم يقول هذه الكلمات هل أنت متغرب وحدك في أورشليم؟ وهنا أحبائي كم يصدر منا إن نشعر كأن الرب وحده ونحن في منطقة بعيدة، كأننا نقول إنه نسينا أو تركنا أو أهملنا، مع أن الوحي يقول في
في كلمة الله في التثنية 31 لا أهملك ولا أتركك. وإذا ما جاية في اللغة العبرية لن أهملك البتة، لن أتركك البتة، وهذا ما أقتبس في رسالة العبرانيين. رقم 4 بعد ما يقولوا كده هل أنت متغرب وحدك، لكن بنجد 5 المعرفة القاصرة كما تكلم أخي. كل معرفتهم عن الرب يسوع أنه ناصري، وناصري من نازرايت كما ذكر في كلمة الله، سواء في أعمال الرسل 24 شيعة الناصريين شيعة، ودي كلمة أحبائي بتتقال للأسف الآن الصحيح على بولس ومن معه وهو مقدام أي شخص متقدم، لكن بتتقال على احتقار، بتتكلم عن غصن أو محتقر، ويدعى ناصريا كما ذكر في كلمة الله في إنجيل متى صح 2، ولكن معرفة قصيرة، معرفة ضئيلة، معرفة غير كاملة. وليس ذلك فقط، ففي كل فكرهم وصل عن المسيح في هذه النقطة إنسانا نبيا. نعم إنه إنسان كامل بلا خطية، لكن نبي إحدى وظائفه، ولكننا لابد أن نعلم إن جوهره وحياته أظهر الله في حياته، أي الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة برغم اعترافهم، وهذا يحسب لهم إنه مقتدر في الفعل والقول. وهذا هو الذي عاشوا ربنا يسوع المسيح، له كل المجد أمام الله وجميع الشعب، لكنها معرفة ناقصة. رقم 6 إن كل ما في تفكيرهم تخيل بأن نرجو إنه المزمع أن يفدي إسرائيل. والفداء هنا أحبائي لما نرجع في لوقا 1 وعدد 67 ليس لإسرائيل فحسب، وليس فداء من سلطة رومانية، لكنه الفادي الذي تأتي نبوءة قبل 1000 سنة عن دمه الكريم في مزمور 49، الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطى الله كفارة عنه، وكريمة هي في اليد نفوسهم فغلقت إلى الظهر. وهذا يأتي في العهد الجديد في بطرس الأولى 1:18 عن الفداء بواسطة دم الرب يسوع المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. النقطة 7 في الابتعاد يا أحبائي وفي الضعف المشين هو شعورهم بالحيرة. النساء مفروض يكونوا أضافوا لهم حينما علموا وتأكدوا من القبر الفارغ وقيامة ربنا يسوع المسيح، لكن بكل أسف إن هذا الموضوع مش علاجهم بل زود لهم حيرتهم. أقول لنفسي كل نفس يا عمواسي، أي من تحمل حملا وثقلا على كتفك أو في قلبك زود لك الهموم، يا من تجري هذه المسافات أو تمشي مع أخيك أو تمشي مع زوجتك أو تمشي مع زوجك وأنتم مهمومين وأنتم مغمومين، ألم تعلموا أن المسيح حي؟ ألم تعلموا أنه قام من الأموات بقوة حياة لا تزول؟ ألم تعلموا أنه فيه الكفاية وحمل في جسمه خطايانا على الخشبة؟ إنه احتملك واحتملني وهو يحملنا بنفس، يعني مكاسب، يعني عطايا، كما ذكر في المزمور أعني 68 مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إلى خلاصنا عند الرب السيد للموت مخارج. أشكرك يا رب، وهذه المخارج 7 لحياة قيامة، لحياة انتصار، بدأت أولا في عدد 15 اقترب إليهما. الرب يسوع بنفسه يقترب إليك، يدنو إليك. أذكر حاجة وردت في سفر مراسي إرميا أصحاح 3 بكل تأكيد شجعت إرميا رغم آلامه ورثائه، لكن يقول هذه الكلمة لتشجيع نفوسنا ورفعة قلوبنا في عدد 57 مراسي إرميا 57 أصحاح 3 دنوت يوم دعوتك، إنه يدنو إليك. و
ولكنك ادعوه قلت. شوف يقول لك ايه، لا تخف، دنوت يوم دعوتك. خليني اقدم واخر في الكلمات، يوم دعوتك دنوت الي وقلت لا تخف. نعم، انني ياتي في ذهني في مزمور 81 تحديدا ايه مشجعه لكل مشاهد وكل مستمع، حيث يقول الوحي في 81 عدد 7، في الضيق دعوت فنجيتك، في الضيق دعوت فنجيتك، استجبتك في ستر الرعد. يا عزيزي تعال ادعو الرب الحميد فيخلصك من كل خطاياك ومن كل أيضا مشاكلك ومن كل همومك، يقترب إليك. ثانيا يرافقك، في ذات العدد أعني 15 من لوقا 24، يمشي معهما. أذكر ترنيمة كنا في دولة عربية وبعض الكتاب معنا والملحنين للترنيم، نمشي معا نحكي معا، كتبت هذه الكلمات، يخبرني عن سالف الزمان مرتبة من أجلي الفداء. تعالى وهو مش بس يقترب إليك رقم واحد، لكن يرافقك. ما أجمله رفيق، ما أجمله حبيب، ما أجمله خليل. وهذا ما حدث مع إبراهيم، يذكر 3 مرات في كلمة الله إبراهيم خليل الله، خليلك. يا سلام، ده بنجده في أشعياء أصحاح 41، وبنجده في أخبار آيام الثاني أصحاح 20، وبنجده أيضا في رسالة يعقوب. لذلك دعونا نعطي فرصة لرفقته. لماذا تبتعد عنه وهو يريد أن يرافقك ولن يتركك على الإطلاق؟ رقم 3، يبادر ليخرج ما في داخلك، يبادر الحديث معك، يبدأ الكونسلينج أو المشورة، أو عايز أقول الديبيت، مناظر ويحاورك ويقول لك هذه الكلمات. ما هذا الكلام؟ إيه اللي بتقوله؟ إيه اللي بتتطارح معاه؟ إيه اللي شغلك؟ وأيضا بعد هذا الحديث وبعد هذه الكلمات في العلاج قد يوبخك، اسمع منه، وما أعظم الموبخ الحكيم، لكن علي أن أكون أذن سامعة. فقال حينئذ في عدد 25 رقم 4، أيها الغبيان، ما أكثر غباوتي في بعد عن أورشليم الحقيقية، أورشليم التي هي أمنا جميعا، أورشليم السماوية، أورشليم المدينة التي منتظرها جميعا. أيها الأحباء، تبارك اسم الرب الكريم حينما نصل إليه، وهدفنا مخلصنا الرب يسوع المسيح. رقم 5، العلاج الكتابي، العلاج النبوي، أي من النبوة، في أكثر من 1300 وأكثر عن نبوات في العهد القديم، معظمها يخص الصليب والقيامة، 333 نبوة، منهم قرار أكثر من 45 نبوة كانت في حوالي 24 ساعة. أيها الأحباء، بدءا من صنع المسيح الفصح إلى أن علق على خشبة الصليب. أيها الأحباء، المسيح استخدم الكلمة النبوية من موسى، أي أسفار موسى 5، ومن جميع الأنبياء. وهنا يا أحبائي لابد أن أطرح كلمة في الجزء الذي أمامنا، في الجزء الثاني في لوقا أصحاح 24، بنجد أن المسيح قسم العهد القديم بحسب عدد 44 من موسى والأنبياء والمزامير، وهذا هو كان نوعين من التقسيم بحسب التاريخ وبحسب أيضا ما قسم إليه في وقت من الأوقات. يتبقى لي كلمتين أختم بهما. أول، رقم 6، في عدد 32، ماذا فعل في قلبهما؟ ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ دعوا يكلمك، دعوا يوضح لك الكتب. ولاحظ الكتب، اوعى تسيب كتاب أو تترك كتاب
من هذه الكتب، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة، أي كتب العهد القديم، فالتسعة وثلاثين سفر كلهم موحى بهم من الله أيها الأحباء، 27 في العهد الجديد أيضا موحى بهم من الله. لذلك الكتب لشك أخذ وقت طويل الرب معاهم أيها الأحباء. وحديثه كما قرأنا في العلاج الخامس عدد 27 ابتدأ من موسى من جميع الأنبياء يفسد لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. قد يكون بدأ من تكوين 3 وعدد 15، وبنعرف قد إيه يسحق رأس الحية بصفته نسل المرأة تبارك اسمه الكريم، وقد يكون وصل لتكوين 22 وتكلم عن الذبيحة التي قدمت والبديل، وقد يكون وصل لخروج أصحاح 12 وتكلم عن الفصح، وقد يكون تحدث لنا من سفر العدد أصحاح 21 عن الحية النحاسية وما يذكر بها بخصوص الصليب، وقد يكون تكلم عن ذبائح. ابتدأ كلمة مؤثرة جدا في حياتي وحياتك عزيزي وعزيزتي. ثم سابعا وأخيرا يقول الوحي فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم. ترجعوا إمتى؟ ده بالليل، ده في خطورة للعودة. خطورة إيه؟ بعد ما لمس قلوبنا خطورة إيه اللي بتتكلم عليها؟ 7.5 ميل no problem، ما فيش مشكلة يا حبيبي، 11 كيلو 100 متر ولا أي مشكلة. لقلبنا أوجد لهيب فيه، أوجد حرارة فيه، غير منا الكثير، غير من أفكارنا وغير من توجهاتنا وغير من سلوكياتنا وشال أحمالنا وشال أيضا همومنا. فعلينا أن نرجع إلى أورشليم ونتحدث عن قيامته ونخبر بعمله فينا أولا وفي الآخرين. لم يتبقى لنا أعزائي إلا دقائق قليلة في ختام هذه الحلقة، دعونا في ترنيمة أخيرة مع أخونا الحبيب ونترككم في رعاية القدير. وإلى عمواس يوما صار كالرفيق ويسير الآن معنا في كل الطريق، وهو آت عن قريب مثلما وعد، حيثما هو يكون نكون معه للأبد. أمجد الآيات غنوا، تعالوا نقول الكلمات دي مع بعض. اليوم وإلى الأبد يسوع يدور، كل شيء يتغير يسوع يدور. مجدا لاسمه، مجدا لاسمه، كل شيء يتغير يسوع يدور. وإلى عمواس يوما صار كالرفيق ويسير الآن معنا في كل طريق، وهو آت عن قريب مثل ما وعد، حيثما هو نكون معه للأبد.
أمس واليوم وإلى الأبد يسوع يدوم. كل شيء يتغير يسوع يدوم. مجدا لاسمه مجدا لاسمه كل شيء يتغير يسوع يدوم. أمين. معنا صلاة أخيرة مع أخونا عريان من مصر. أحبائي ابقوا معنا في الختام. افتح الميوت يا خريان فضلك وارفعنا في كلمة صلاة مركزة ليستثمر الرب كل كلمة. نشكر الرب جدا لأجل وجود خادم الرب الأخ جميل وكل حضراتكم أخونا جمال معنا أخونا فؤاد أخونا صامويل وكل الإخوة والأخوات الأفاضل. معنا ناس من كندا على الفيسبوك ومعنا ناس من مصر ومعنا ناس من دول كتيرة. الرب يكافئ جميعكم وأهلا وسهلا بحضراتكم. خلينا نختم بكلمة صلاة. ملك الملوك ورب الأرباب حبيب قلوبنا يسوع، في وسط الحروب والأوبئة والأمراض والاحتياجات، وسط ريحة الموت اللي فايحة في كل مكان، جايين بنشكرك على النهاردة وانت بتفوقنا وانت بتدينا درس وبتقول لنا فتشوا الكتب. أيوة يا رب، الكتاب من التكوين للرؤية بيتكلم عنك، بيقول إنك ما بتجيش في الأوقات السهلة لكن بتيجي في الأوقات الصعبة، وهي دي الأوقات اللي احنا عايشينها يا رب، الأوقات الصعبة. عشان كده مطمئنين إنك في الوسط حاضر موجود في وسط الأحداث اللي بتحصل، واثقين إنك أنت اللي ليك السلطان وحدك، واثقين يا رب إن أنت ورا الستار بتحرك الأحداث عشان تفوق المؤمنين وترجع البعيدين. بنشكرك حقيقي يا رب. تعالى النهاردة يا رب زي ما فتحت عينين تلميذان عمواس، يا رب فتح عينين احنا كمان النهاردة عليك يا رب. خلينا نشوفك بعيون جديدة، خلينا نفكر فيك بتفكير مختلف، فنعرف قد ايه انك بتحبنا. على الصليب فتحت ايديك، فتحت لنا حضنك عشان تاخدنا فيه. ايوه يا رب، ما اعظم حضنك ايها الاب المخلص الفادي. جايب نشكرك يا رب على كل رساله النهارده يا رب عدتها لنا على لسان ولادك. حقيقه يا رب قلوبنا مديونه ليك بالشكر، مديونه ليك بالحمد والسجود. مبارك اسمك ومبارك شخصك. بكل إيمان وثقة يا رب، عندنا إيمان إن الزمن دوت زمن استجابات يا رب. عندنا إيمان إن الزمن دوت هو ده زمن استجابات الصلاة. كل صلاة رفعت أنت هتستجابها باسم يسوع المسيح. ده إيماننا يا رب. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك لأنك قلت كده. كل ما تطلبناه في الصلاة مؤمنين تنالوه، وعلى هذا الإيمان يا رب نطلب منه. اقبل واستجيب يا رب كل الصلاة ترفع إليك باسمك الحبيب يا رب. أمين. أمين. الرب يستجيب كل صلاة رفعت أنتوا في قلبنا وأنتوا في صلواتنا، وإحنا حاسين بصلواتكم ومحبتكم اللي بتؤثر فينا جدا. الرب يبارك تأثير كل كلمة تقدمت، كل صلاة رفعت، كل تعليق، كل قراءة، كل برامج باللغة العربية أو بالإنجليزية، وكل من يساعده في الكتابة في الكتابات اليومية. وانت بتعمل خير من فضلك تعمل شير، فالشير والرحمة والخير والرحمة هيساعدوا كتير في توصيل كلمة الله. الناس بتعمل سيل، والسيل يعني بيخفضوا في الأسعار. نشكر الله دلوقتي مجانا أخذته مجانا أعطي. أحبائي ساعدنا الرب، نصلي لأجل بعض كتير ونلتقي بنعمة الرب في المواعيد المعروفة لدى حضراتكم، ونعمة الرب يسوع المسيح مع جميعكم.
آمين ثم آمين.